وقد أمرنا ربنا عز وجل بالإحسان إلى الأيتام، وحذرنا من المساس بأموالهم، فقال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه الآية جاءت في الوصايا العشر في سورة الأنعام التي قال عنها سيدنا عبد الله بن عباس: هي آيات محكمات لم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع. فإكرام اليتيم مشروع في جميع الأديان والأعراف الإنسانية، وأكل ماله كما قال الحق سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. ويقول سبحانه: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. غير أن بعض الناس ربما لا يفهم من مال اليتيم إلا جانبا واحدا، يفهم أن مال اليتيم هو المال الذي ورثه اليتيم عن أبيه أو عمه أو جده أو أخيه أو أحد أقربائه. لا، مال اليتيم أعم، كل ما يجمع على حس اليتيم، والجمعيات التي تقوم على كفالة اليتيم أو تجمع الأموال لأجل الأيتام هذا أشد حرمة، لأنك جمعت مالا للأيتام فإذا لم تبادر بإنفاقه كاملا عليهم وقعت تحت قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. هذا المال مال اليتيم، المتصدق أخرجه لأجل اليتيم، المنفق أخرجه لأجل اليتيم. فإذا كان الله قد توعد وعيدا شديدا، من لا يحض على طعام المسكين ومن لا يكرم اليتيم؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. فما بالكم إذا جمع الإنسان المال لحساب اليتيم أو على حس اليتيم ثم حبسه، جمع المال وحبسه عن اليتيم، أو قصر في حق اليتيم، أو أنفق مال اليتيم على غاد غير الذي خصص له. ما جمع لأجل الأيتام لا يمكن أن يصرف على مصرف آخر على الإطلاق. فإن كنت قد أقمت أو أنفقت فلك البشرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة. وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى. كافل اليتيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني تسابقني تريد أن تدخل معي، تريد أن تدخل قبلي، تريد أن تفتح معي، أسألها: من أنت أيتها المرأة؟ تقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين هكذا في الجنة. وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعي السبابة والوسطى وقارن بينهما. من هي يا رسول الله؟ امرأة حبست نفسها على يتاماها، لم تتزوج بعد وفاة والدهم حتى بانوا أو ماتت، هذه رفيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أما الذين يحبسون أموال اليتامى أو يصرفونها في غير مصارفهم أو يقصرون في حقها، فعلى قدر الفضل العميم الذي أعطاه الله لمن يكرم اليتيم أو يكون في خدمة اليتيم، على قدر العقاب الشديد لمن أكل أموال الأيتام بغير حق.